جماعة مدينة العرائش، والتي انخرطت منذ البداية في عمل تقديم دعم للجمعيات الحاملة لمشاريع مدعمة من قبل برنامج مشاركة مواطنة عبر توقيع السيد رئيس جماعة لميثاق التعاون، رغبة منها في اغتنام كل سانحة تؤكد من خلالها على اعتمادها للنهج التشاركي عفوا في تدبيرها للشأن العمومي، ووضع أطرها التقنية وتجهيزاتها وفضاءاتها رهن إشارة كل بادرة مسؤولة تروم النهوض بالمدينة في مختلف المجالات.